برحب بحضراتكم مرة تانية. طبعا احنا عارفين ان العالم كله دلوقتي بيتجه للتحول الرقمي، محتاج خريجين عندهم مهارات كبيرة وعندهم كمان ابتكار في هندسة الحاسبات، وده بيكون مستقبل مهم للخريجين في الفترة اللي جاية. فخلونا نتابع التقرير الجاي. في البداية بحب أوضح يعني كلية علوم وهندسة الحاسبات فيها مجموعة من البرامج، علوم الحاسب وعلوم الذكاء الصناعي، وفي مجموعة تانية في هندسة الحاسب وهندسة الذكاء الصناعي. هي الحقيقة مختلفة عن كليات حاسبات ومعلومات وكليات علوم الحاسب وكليات هندسة الحاسب المتعارف عليها في الجامعات الأخرى، في إن فيها الحقيقة مجموعة من البرامج في مجال علوم الحاسب ومجموعة أخرى في مجال هندسة الحاسب، وبالتالي هي يعني مش كلها نفس عدد السنين، فيها 4 سنوات وفيها 5 سنوات في المتوسط للطالب. الجامعة إحدى الجامعات الأهلية، والمفهوم بتاع الجامعات الأهلية الحقيقة قام على مفهوم المجالات والبرامج الأكاديمية وليس الكليات، وبالتالي معظم البرامج اللي موجودة عندنا هي برامج بينية ومطعمة بمجموعة من المقررات من كليات مختلفة وبيخدمها أقسام مختلفة. فإحنا المجالين الأساسيين اللي موجودين عندنا في مجالات علوم الحاسب وهندسة الحاسبات. في مجال علوم الحاسب في برنامج علوم الحاسب وفي مسارات متميزه جدا، زي على سبيل المثال مسار كلاود كومبيوتنج الحوسبه السحابيه، في مسار الكمبيوتر فيجن الرؤيه بالحاسب، وفي مسار هندسه البرمجيات. دي مجموعه المجالات اللي موجوده في مجال العلوم بالحاسب، مجموعه البرامج اللي موجوده في مجال علوم الحاسب. في كمان برنامج علوم الذكاء الصناعي، وفي برنامج البايوميديكال انفورماتكس المعلوماتيه الطبيه. دي البرامج اللي موجوده في مجال علوم الحاسب. بالنسبه لمجال هندسه الحاسب برنامجين، في برنامج هندسه الحاسب وبرضه في مجموعه من المسارات المتميزه جدا، يمكن من اهمها مجال السايبر سكيورتي، وده احنا في الوقت الحالي بنعد شراكه مع احدى الجامعات الدوليه علشان ننفذه، ومع جهات كمان كبرى ومهمة داخل جمهورية مصر العربية هتكون مشاركة معانا في التنفيذ. في كمان مجال الهاي برفورمانس كومبيوتينج الحاسبة فائقة القدرة، في مجال مهم جدا برضو مجال الامبيدد سيستمز والانترنت اوف ثينجز، وده مجال مهم بيخدم الفكر الجديد اللي موجود في جمهورية مصر العربية من مدن ذكية. يعني الخريجين بتوع البرنامج ده هيكونوا اساس الحقيقة في بناء المدن الذكية. وفي برنامج هندسه الذكاء الاصطناعي، وطبعا مجال الذكاء الاصطناعي وهندسه الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي بصوره عامه احدى المجالات اللي العالم كله حاليا بيتكلم عنها، واحدى المجالات اللي هتكون مهمه جدا في المستقبل وفي الحالي كمان نتيجه وجودها في جميع المجالات. الحقيقه مجال الذكاء الاصطناعي دلوقتي بقى موجود حوالينا في كل حاجه موجوده حوالينا، فده برضو الخريجين المجال ده هيكونوا مطلوبين جدا في سوق العمل في جميع التخصصات وفي جميع المجالات وفي جميع الشركات. الحقيقة بصورة عامة من ضمن أهم المميزات في الجامعات الأهلية هي البنية التحتية اللي موجودة فيها والمعامل اللي موجودة اللي على أحدث مستوى وبتماثل الجامعات العالمية، ما كانتش كمان تفوقها الحقيقة نتيجة المبالغ اللي اتصرفت على المعامل دي، عامل state of the art زي ما بنقول، أحدث الأجهزة في جميع المعامل اللي موجودة عندنا. في معامل علوم وهندسة الحاسبات الحقيقة في عندنا مجموعة من المعامل فيها أجهزة قوية جدا، أجهزة حاسبات دي معامل العامة، لكن كمان في مجموعة معامل تخصصية زي المعامل الخاصة بالإمبيدد سيستمز والإنترنت أوف ثينجز النظم المدمجة وإنترنت الأشياء، في معامل خاصة بالأمن السيبراني، في معامل خاصة حاسب، في معامل خاصة بالفيرتشوال رياليتي، يعني المجالات المميزة جدا اللي موجودة، في معامل متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، في معامل روبوتكس، في معمل كمان مخصوص للديب ليرنينج، واحد من ضمن المجالات والتكنيكس المستخدمة حاليا عشان تطور حاجات كتير الحقيقة احنا شايفينها حوالينا، ده برضو واحد من المعامل التخصصية المهمة اللي موجودة عندنا في قلب الكلية.